الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، هذه الصبيحة المباركة في يوم أغر وفي ساعات طيبة تتجلى فيها كل المعاني حتى يستشعر المؤمن بنعمة ربه. هذا يوم عيد، يوم القدر الذي قدر الله فيه ما يناسب الإنسان من صلاح، وهذا يوم ربط الله فيه الإنسان بمصيره وحدد فيه مستقبله وفتح أمامه الآفاق حتى يعلو دائما. فمن شأن الإنسان العلو بما قدره الله له، فالإنسان بذاته لا يعلو، لأن الإنسان يهبط بشهواته وينخفض بشيطانه ويذل بمعاصيه، وإنما علو الإنسان بما قدره الله له من صلاح. فهذا يوم القدر، وقد سبقت ليلته ليلة القدر، فقد نزل القرآن الكريم هداية، ونزل صراطا مستقيما، ونزل علما ويقينا، ونزل قربا إلى الحق تبارك وتعالى، نزل للعقل، ونزل للقلب، ونزل للجوارح، نزل للإنسان في ذاته، بل نزل للإنسان في طعامه ونومه ويقظته وبيعه وشرائه، نزل للإنسان مع نفسه ومع زوجه وولده وأبيه وأمه، نزل للإنسان مع نفسه، ونزل للإنسان مع حاكمه ومع رعاياه، نزل للإنسان مع نفسه، ونزل للإنسان مع جاره وأهله وأقاربه وذويه، نزل للإنسان بالنظر فيما حوله وبالنظر فيما وراء ذلك حتى يتدبر الكون، وأن الكون هو سبيل إلى رقيه، فإذا نظر رقى بنظره، وإذا فعل رقى بفعله، وإذا عامل رقى بمعاملته، فهو مع نفسه يرقى بهذا القدر الذي قدره الله له في هذه الليلة، وهو مع الكون يرقى بهذا القدر الذي قدره الله له في هذه الليلة، وهو مع الناس يرقى. إذن قدر الإنسان أن يكون مع قدره بهذا القرآن وبهذه الآيات. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام فعلا، تذكر الإنسان بحاله حتى يجدد العهد مع الله. والقدر الذي نتكلم فيه بما يشاء الله سبحانه وتعالى في هذا القدر من الوقت، إذا صعد الإنسان سلما فهو صاعد، لا يقول أحد إنه يهبط، وإذا نزل إنسان فهو نازل، لا يقول أحد إنه صاعد، فالنزول نزول والصعود صعود،
والارتفاع ارتفاع والهبوط هبوط، والصحة صحة والمرض مرض. إن الله سبحانه وتعالى علمنا قدر الأشياء وارتباط ما دعا إليه بالجزاء، بجزاء الأعمال، وجزاء الأعمال هو من الله، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن وعد الله تعالى لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده. فعندما يعد الشيء وقد سبق هذا الشيء عمل، وقد سبق هذا الشيء عمل، فالأمران مرتبطان، العمل والجزاء. هذا هو القدر، قدر الله ذلك وشاءت إرادته، فهو أحكم الحاكمين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يقول الله تبارك وتعالى في التوحيد الذي تخلص الإنسان فيه من الشرك، فالتوحيد يفتح القلب ويجلو الروح ويصفي النفس ويوهم الإنسان ثاقب الفكر وحصافة الرأي ونور الكلمة. فالمؤمن يرى بنور الله، يرى بنور الله إذا كان في قلبه نور الله، أما إذا لم يكن هناك نور في قلبه فلا رأي ولا خير، ففاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو القدر الذي يجب أن نتعلمه في ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فكلما ذكرت الله تعالى، كلما أخرجك من ظلمة إلى نور، ومن ظلمة إلى نور، ومن ظلمة إلى نور. فالنور مرتبط بالذكر ما دمت ذاكرا، فالله يخرجك من ظلمات عقلك إلى نور الإيمان وإلى حقيقة اليقين، والله يخرجك من ظلمات قلبك من حسدك الذي أكل قلبك، ومن البغضاء والحقد، ومن شر ما في نفسك من مرض، ومن النفاق الذي غلف قلبك، إلى أنوار يتلاحق نورها حتى يملأ قلبك بهذا النور. فإذا تكلمت تكلمت بنور الله، وإذا مشيت مشيت بنور الله، وإذا سمعت سمعت بنور الله، وإذا حكمت حكمت بنور الله، وإذا أكلت أكلت بنور الله، وإذا شربت شربت بنور الله، وإذا تحركت تحركت بنور الله، وإذا سكنت سكنت بنور الله. إذن أنوار الله لا تتركك ما دمت ذاكرا. هذا هو قدر الذكر، نور الله فيك ونور الله معك ونور الله لك، لا تنفصل عن نوره أبدا. أما إذا كنت غافلا فكيف تنتظر نور الله تعالى في دنياك؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إذن هناك جزاءان، جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. ولا يمكن لمسلم أن يسمح لنفسه أن يفصل بين الدنيا والآخرة، فالدنيا فيها جزاء، والقبر فيه جزاء، والآخرة فيها جزاء. فإذا قال الدنيا في جانب والدين في جانب آخر
فهذه جريمة العصر وجريمة الدنيا وجريمة المسلمين في هذا الوقت، أن يفصلوا بين دنياهم وبين دينهم. هذا أمر خطير على عقائد الناس. لا خلط، لا يمكن للدنيا أن تسير إلا بهذا الدين وبعلم هذا الدين وبحقائق هذا الدين، كما تكون الروح في الجسم. فكيف نعتقد أو نتصور أن جسماً يعيش بغير روح؟ فروح الحياة هو هذا الدين، روح العقل والقلب والدنيا وروح الإنسان في كل حياته. إذن لا يمكن أن نجهل القدر، قدر العمل وقدر الجزاء، قدر العمل وقدر الجزاء. هناك عمل، هناك جزاء، وجزاء في الدنيا واقع وثابت ومحقق. يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، هذا هو الجزاء، جزاء بقدر ما سبق في الآية، والعمل والجزاء في آية واحدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يختلط الإيمان بظلم النفس ولا بظلم الغير، ولم يكن هناك غش ولا خداع ولا سرقة ولا تضليل ولا تسويل ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة، كل ذلك ظلم. فإذا كنت بهذا القدر من السلامة فأنت آمن، آمن في نفسك وآمن في بيتك وآمن في حياتك وآمن في آخرتك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى، والقرآن لا يتغير، قدر العمل والجزاء، وقدر الجزاء بقدر العمل. هناك عمل هذا جزاء، لم يكن هناك عمل فهناك شيء آخر. وعد الله، بدأ بالوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمين، إذا مر القرآن على أسماعكم أو مرت أنظاركم على القرآن فهناك أمران، هناك العمل وهناك الجزاء بقدر العمل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا هو القدر، قدرك أنت بعملك لا بمالك ولا باسمك ولا بأولادك، قدرك بعملك. فهل لك قدر؟ يقول الله سبحانه وتعالى في جزاء الأعمال: الفلاح، فلاح الأمر، فلاح الدنيا، فلاح الحياة، قد أفلح المؤمنون. وقال العلماء: قد تفيد التحقيق، قد. وبدأ الله السورة بكلمة قد حتى يطمئنك أن ما بعدها محقق لا شك فيه. قد، قد أفلح، وجاء بأفلح بفعل الماضي، أي هذا أمر قضي فيه. من يفعل ما بعد هذه الآيات
وبعد هذا الجزاء فهذا جزاؤه. مسلم قد أفلح، أمة قد أفلحت، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب عقول الأمة في ليلة القدر كما يحسم عقلك قدر الأشياء في صناعاتك وفي طعامك وشرابك، فهذا حساب الزمن وحساب قدرك وحسابك في الدنيا والآخرة، هذا هو القدر الذي أراده الله تعالى لك. ولذلك يأتي الحديث الصحيح حتى يربط الإيمان بعمله، فالأمر عقيدة وليس سهرا كما سهر المسلمون بالأمس في طرقات المساجد وفي الميادين وفي الأزقة ثم أصبحوا وكأن لم يكن هناك شيء. أين العقيدة وأين التغيير الذي ترتب على هذا السهر؟ لقد تلوت المصحف كله، أو ذكرت الله تعالى، أو صليت الركعات فقلت الله أكبر وتلوت القرآن، وسبحت وأنت راكع، وسجدت وأنت راكع، كان المنتظر منك أن يصبح الصباح والدنيا دنيا المسلمين قد تغير حالها من حال إلى أحسن حال، ولكن هذا أمر تسلية وهذا سهر كمدل من مدلات العرض يستعرض الناس أنفسهم حتى يتباهوا بليلة القدر. لقد سهرنا في المسجد الفلاني واستمعنا إلى القارئ الفلاني، ثم أين التغيير؟ أين الإيمان بهذه الليلة؟ أين قدرك فيها؟ إن قدرك لم يتغير وعادتك لم تتغير، فأنت تشرب كما تشرب وتحشش كما تحشش وتعصي كما تعصي وتكذب كما تكذب وترتشي كما ترتشي وتأخذ الخلوة من الفقراء وتؤذي عباد الله في الأرض. أيها المحتكر، أيها الظالم، أيها المنافق، أيها الأفاعى، هل تغير الناس جميعا في ليلة القدر؟ يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا، إيمانا بما في هذه الليلة من عطاء، والعطاء يعطى للناس قد العقل، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن نقض العهد فجزاؤه على نفسه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه نظر بين الماضي والحاضر فوجد أن الماضي أسود والماضي مليء بالذنوب والآثام والظلم والمعاصي، فآمن أن ليلة القدر هي ليلة العهد والتغيير فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذا هو القدر الذي يجب أن ننتبه إليه، قدر في يوم القدر، قدر الأعمال وقدر الجزاء. وهناك آية أخرى نتعلمها، يقول الله سبحانه وتعالى للأمة جميعا وقد أبيح فيها ما يغضب الله، أبيح فيها الربا وسن وقل، وأبيح فيها الخمر، وأبيح فيها الضلال، وتهتكت الأسكار، فلا حياء، فلا حياء من الله. يقول الله تبارك وتعالى:
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم يأتي في آية من الآيات وقد أباح الناس فيه الربا، فدخل الربا في العلم، ودخل الربا في الكسب، ودخل الربا في حكومات المسلمين، وأصبح الحاكم يحافظ أمر الربا، يحافظ على القانون ويحمي هذا القانون كما يحمي غيره من قوانين الفساد. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة والفلاح متوقفان على ترك الربا، أما الشقاوة وتعاسة الحياة كانت بهذا الربا. أيها المسلمون، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه. أيها المسلمون، هي ليلة القدر في ختام رمضان، في ختام هذا الشهر الذي علمك قوة الإرادة وعلمك التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي ليلة القدر، وهذا هو يوم القدر، يوم جمعة، يوم مبارك، فكن مباركا فيه بوزن عملك وبحساب قدرك حتى تعود إلى قيمتك الأصلية، إلى إنسان مسلم يتحرى دينه، يتحرى الحلال ويتحرى الحرام، حتى يسلم في دنياه وفي آخرته. ومن هنا يكون جزاؤه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جزاؤه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ختام هذا الشهر تأتي ليلة مباركة، وهي ليلة العيد. وليلة العيد ليلة فيها فرحة وفيها قدر كبير لهذا الإنسان الذي صام شهر رمضان ويكون ضيفا على الله في هذا اليوم. فأذكركم بما شرعه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر. فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة عنده قوت يوم، وهي بما أفتى به العلماء 35 قرشاً عن الواحد، عن البدن الواحد، فهي زكاة البدن. فتزكي عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك الذين هم في كنفك، عن الذكر والأنثى، وعن أبيك الفقير وعن أمك الفقيرة وعن خادمك الذي في بيتك. وتعطي الزكاة لأهل قرابتك، إذا كان لك أخت فقيرة أو أخ فقير أو عم أو عم أو خال أو خال، أو تعطي ذلك لجارك أو لسائر المسلمين، الأولى فالأولى. والزكاة تخرج في البلد الذي أنت فيه، هذا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وزكاة الفطر تجوز من أول رمضان عند الإمام مالك رضي الله عنه إلى خروج الإمام لصلاة العيد. فإذا خرج الإمام لصلاة العيد
لم تكن زكاة فطرة بل هي صدقة عادية، هذه هي زكاة الفطرة فاحرص عليها، فهي تطهير لبدنك وتزكية لنفسك وهي قربة إلى الله تعالى. وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا شيء. هناك شيء آخر وهو ما ابتدعه الناس من زمن بعيد في الخروج في يوم العيد إلى زيارة المقابر، فهذا شيء لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى صلاة العيد في مصلى العيد ولم يزر قبراً في ذهابه ولا في إيابه، وكان يخرج إلى صلاة العيد ثم يعود من مكان آخر. هذا ما يوصف له في هذا الزمن، ويخرج النساء والرجال بلا حياة في ليلة العيد أو من قبلها لإعداد الطعام والشراب، وما لذ وطار وما استنكر من الشر وما حرم في الشر كل ذلك يكون هناك. فاذهب في صبيحة العيد أو بعد العيد فانظر إلى معلبات البيرة وإلى الأحجار والفحم وإلى غير ذلك من أسباب الفساد والضلال. هؤلاء الذين خرجوا للرحمة، أين الرحمة؟ أولاً خرجوا في يوم ليس من الشرع ولم يشرعه الإسلام، كذلك خرجوا في خلط من النساء وهذا حرام آخر، أكلوا وشربوا على القبر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال في معنى الحديث: لأن يجلس أحدكم أو لأن يقف أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه ثم تصل إلى جسمه أو إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فالجلوس على القبر بغير ضرورة وتعب حرام، فما بالك بالأكل والشرب وتناول الحرام الذي حرمه الله تعالى. بعد ذلك الطامة الكبرى أن الناس يتركون صلاة العيد بحجة الذهاب إلى المقابر، تترك شريعة وشعيرة من شعائر الله وتترك الصلاة، تترك العبادة في هذا اليوم المبارك الذي يتجلى الله فيه على عباده، وتخرج الملائكة باستقبال الناس ويقول الله من ملائكته: اشهدوا أني قد غفرت لهم، فتترك المغفرة من أجل المعصية وتترك الخير من أجل الشر. ويقول إمامنا الغزالي رضي الله عنه: عجبت كيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظور من محظورات الدين، كيف تطلب الرحمة لأبيك وأنت عاصي، وكيف تطلب الرحمة لأمك وأنت فاسد، تركت الشرع والشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون أحذركم والشيطان، فالشيطان شديد والشيطان يحب أن تحرم من النعمة والعطاء في هذا اليوم، فأد زكاة الفطر واجتنب ما حرم الله وابتعد عن زيارة القبور في هذا اليوم، فليس هناك طلعة رجب ولا شعبان ولا عيد، وليس هناك خميس أول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خميس بطال ولا خميس عمال، كل هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر واجتنبوا عما نهاكم حتى تكرموا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، برحمتك يا أرحم الراحمين.